كانتهم لهذا المؤتمر للتجمع الوطني للتوضيح من داخل قاعة ديال المؤتمر كهانات متبادلة بين مجموعة ديال الناس اللي كينتمي للتجمع الوطني الأحرار وللتوضيح فقط بالنسبة للكلمة اللي تفضل بها الأخ جمال عقوبات وهو مستشار ببلدية الأحرار وعضو مجلس إقليمي باسم التجمع الوطني الأحرار. السي جمال هضر على اللي ممكن نستنبطوا عليه بالخيانة فعلا، لأن التجمع الوطني الأحرار على حساب الانتخابات الجماعية والجهوية حصل عليها 101 مستشار جماعي، أي القوة الثالثة على مستوى الأحزاب السياسية بعد حزبي الإنسان والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية. لكن بعد مرور الانتخابات الجماعية لاحظنا ان مجموعه ديال المستشارين الجماعيين مع احترامتنا لهم وما كنفيوش التجمع انتمائهم التجمع الوطني الاحرار اللي هو قانوني، لان في الاستماره اللي كتعمر اللي كتدفع السلطات المحليه كيديروا الانتماء ديال التجمع الوطني، ما كنفيوش عليهم انتمائهم التجمع الوطني الاحرار، ولكن حقنا كمستشارين جماعيين لازلنا ملتزمين بالأرضية المذهبية والقانون الأساسي ديال الحزب وبالناس القيادات اللي كتشرف على الحزب، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى الوطني. وحضرنا المؤتمرات، مجموعة ديال المؤتمرات، ولكن هاد النهار تفاجئنا بأشخاص ما كانوش ملتزمين كما قلت بعد الانتخابات الجماعية والجهوية. المجلس الإقليمي صوتوا لأحزاب أخرى ومحاضر السلطات تثبت ذلك، لأن المستشار بين شحال عندك المستشار مثلا في دائرة أكمل فيها 34، التجمع الوطني الأحرار جاب 34 صوت، دونك ما مشى حتى شي واحد صوت لحزب آخر من داخل الدائرة، ولكن في دوائر أخرى كدائرة تيناس أو دائرة تهلا أو دائرة تازة أو دائرة ودامليل، لأن كاين خمسة دوائر المحاضر ديال السلطات. لأن ملي كنقارنوا عدد المستشارين المتحصل عليهم الانتخابات الجهوية والانتخابات عفوا الجماعية كنلاحظوا عندك مثلا 10 المستشارين كتلقى صوت واحد، لأن انتخابات المجلس الإقليمي كتتم على مستوى الدوائر وكيصوتوا فيها غير المستشارين الجماعيين اللي كينتميوا للدائرة. دونك من هنا بدأت الخيانة، من هنا بدأ يعني كنقولوا عطاو الظهر الحزب انتقلوا الأحزاب الأخرى، انتقلوا قلت الأحزاب الأخرى، والحزب حصل في الانتخابات الجماعية على عدد مهم من الأصوات ديال الناخبين وديال قلت في المجلس الإقليمي كذلك، كان بإمكاننا 101 على حساب الآخر نحصلوا على 3 ديال المستشارين، هذا أقل تقدير، فإذا بنا كنحصلوا على فقط عضوين في المجلس الإقليمي. هذا من جهة قلت أن مقارنة ديال عدد الأصوات في الانتخابات الجماعية والجهوية ومقارنتها بالانتخابات المستوى الدوائر ما يتعلق انتخاب المجلس الإقليمي اللي فيه 21 عضو، بدأت الخيانة لتزداد الخيانة في الانتخابات البرلمانية اللي كنا فابوري ممكن طلعوا، ولكن اكتشفنا ان مستشارين جماعيين لان كنهضر على مستشار جماعي لان عنده الصفه يعني ينتمي الى التجمع الوطني الاحرار وحقه يحضر المؤتمر الاقليمي والجهوي والوطني بقوه الصفه لانه منتخب. دونك في الانتخابات البرلمانيه سيزداد الامر خيانه، غادي نحصلوا على مجموع الاصوات اللي هو 6700 الى ضربنا الاخوان 101 مستشار جماعي. كنعرفوا ان المعدل الوطني لكل دائره انتخابيه على مستوى الدوائر الفرديه ولا الجماعيه هو 150، ضربوها غير 100% غتعطينا 10000، دونك فين مشات 4000 صوت؟ لان هاد المواطنين اللي كيصوتوا صوتوا للناس اللي يعني المستشارين الجماعيين هما اللي قلبوا المواطنين، ولنا شهادات في ذلك ولنا مواطنين ومستعدين نجيبوهم المرشحين ديال التجمع الوطني الأحرار، ذهبوا لهم
أو ذهبوا إليهم إبان الانتخابات البرلمانية ودعوهم إلى تصويت لأحزاب أخرى. وعندنا أدلة والمحاضر ديال السلطات، أنا عبد الربيع 24 ساعة عطوني المحضر في العمل، حتى شي واحد ما سول فيا كممثل ديال مرشح التجمع الوطني الأخر. دونك هاد الإشكالات لأننا فقط للتوضيح، لأن اللي شفتوه دابا في المؤتمر الإقليمي هو نتيجة لهذا التراكم ديال، وهذا الشيء راه عادي، راه كاين في جميع الأحزاب، وهذه دعوة لتصحيح المسار. لأن هذه دعوة لا سواء التجمعيين ولا غير التجمعيين اللي عندهم غير على هذا الحزب، لتصحيح المسار. وشكرا.